جولة صحفية جديدة مع أبرز ما طلعتنا به الصحف المحلية والعربية والعالمية الصادرة صباح اليوم، أهلا بكم. نبدأ بالصحف المحلية والبداية من جريدة الأخبار. السيسي في تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية وذكرى ثورة 23 من يوليو، لن أنجح إلا بالشعب، لدينا خطة طموحة للإصلاح وأبدا لن تنحني مصر في مواجهة قوى الشر. مجلس الوزراء تفعيل غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات لمتابعة موسم الحج. ومن المصري اليوم نطالع، السيسي تضحيات الجيش والشرطة جففت منابع الإرهاب، الإصلاحات وحياة كريمة تتصدر مناقشات مؤتمر الشباب المقبل، مدبولي يبحث تطوير سوق العتبة عقب حريقها مشددا على ضرورة العمل على عودة الشكل الخارجي التاريخي للسوق مثل ما كان. ومن الأهرام، الأزهر الشريف يدين التفجير الإرهابي في مقاديشيو، 70% من طلاب المرحلة الأولى للتنسيق سجلوا رغباتهم، التعليم العالي بدء تنسيق شهادات المعادلات العربية والأجنبية غدا، ورئيس جامعة القاهرة يقول معامل التنسيق مستمرة في العمل اليوم. مبادرة 100 مليون صحة تتخطى 84% من المستهدف لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية. اليوم السابع، رصدت الأبيض يتعثر بعد تقدمه 6 مباريات، النجوم والمصري وبيراميدز أسقطوا أبناء ميت عقبة، وخالد جلال أهدر فرصة ذهبية بعد رحيل جروس. التأمين على الصحة مدى الحياة، النظام الجديد يوفر الرعاية الصحية من المهد إلى اللحد، ويضمن حق السفر للعلاج بالخارج للحالات الخاصة، و3 مستويات من التطبيب للمرضى بأعلى معايير الجودة مع توفير جميع الأدوية. ذكرى ثورة يوليو طغت على مقالات الرأي، ولعل أبرزها مقال أكرم القصاص بجريدة اليوم السابع، والذي جاء تحت عنوان مستقبل ثورة يوليو، حلقة مهمة من تاريخ متصل. اليوم تكمل ثورة 23 من يوليو 67 عاما، وما تزال تفرض ظلالها على الحاضر وتشغل مساحات موسمية من الجدل. لقد كانت دولة يوليو في الواقع امتدادا لمساعي ونضال الشعب ونخبته منذ عرابي وحتى الوفد، مرورا بمصطفى كامل ومحمد فريد، وقد حققت نقلات اجتماعية وتعليمية وتقدما فيما يتعلق بالثقافة والفن. ولا يمكن تقييم الثورة وآثارها بقواعد ومعايير اليوم، إنما في زمانها وظروفها. كانت ثورة يوليو حدثا ضخما غير من شكل مصر اجتماعيا واقتصاديا، وامتد تأثيره إقليميا ودوليا. نحن أمام حدث علينا قراءته من أجل المستقبل. كنا نتابع معكم عبر الهواء مباشرة من أراضي المملكة العربية السعودية، وهذا المؤتمر الصحفي لأمير مكة المكرمة، والذي أعلن فيه عن الاستعدادات لموسم الحج الجديد. نعود لاستكمال هذه الفترة الصحفية وإلى الصحافة العربية. نتابع، بنبدأ بمنشطات صحيفة الشرق الأوسط، قوة أوروبية موحدة للرد على قرصنة إيران، وروسيا تنفي علاقاتها بمجازر متنقلة في إدلب. القضاء العسكري اللبناني يتجه إلى التحقيق في حادثة الجبل، والإمارات تتطلع إلى دور صيني فاعل في المنطقة. وإلى منشطات صحيفة الحياة اللندنية، تركيا واثقة بتفادي عقوبات أمريكية مرتبطة بإس 400، لندن تخطط لنشر قوة أوروبية تحمي الملاحة في الخليج، موسكو تنفي تنفيذ غارة دامية استهدفت سوقا سورية، حادثة قبرشمون إلى القضاء العسكري واتجاه لاجتماع الحكومة اللبنانية خلال أيام. وبهذا ننهي هذه الفترة الصحفية وننهي هذه الفترة الإخبارية الشاملة. على رأس الساعة موجز لأهم الأنباء، ابقوا معنا.